And so I'm writing to you in the hope that your magazine will sponsor my trip. I believe National Geographic to be of the highest international repute. The trip will take me through some of the most beautiful and barren country the desert can show. I'm enclosing a map of my proposed route from Alice Springs to Ayers Rock, then on through the Western Desert to the Indian Ocean. ما شاهدناه كان مقاطع من فيلم تراكس أو مسارات للمخرج الأسترالي جون كوارون. هذا الفيلم يروي مأساته أو بالأحرى مغامرة روبن دافيدسون وهي شابة أسترالية تقرر في لحظة ما من حياتها أن تبدأ مغامرة تعبر بها الصحراء الأسترالية. تقطع دافيدسون حوالي 2700 كيلومترا لتتحدى نفسها ولتتحدى الطبيعة، ترفض رفقة أي كائن بشري، لكنها ترافق في الرحلة 4 جمال وكلبتها الوفية ديجيتي. الفيلم مقتبس من رواية كتبتها روبن دافيدسون في نهاية السبعينات وسجلت فيها تفاصيل هذه الرحلة. الفيلم عبارة عن أغنية للصحراء وأغنية للطبيعة، ولكنه أيضا أغنية للجمل ولوفاء الكلب إزاء مالكه. تلك الكلبة التي ترافق دافيدسون خلال رحلتها وتنقذ حياتها لأكثر من مرة، لكنها لا تتمكن من مقاومة سموم الصحراء، فتضطر دافيدسون إلى إطلاق النار عليها لتوقف احتضارها المرير. فيلم تراكس أو مسارات جاء منسجما مع اختيارات مدير مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ألبرتو باربيرا. باربيرا أكد خلال تقديمه لدورة 70 من مهرجانه أن الأفلام التي اختارها تركز غالبيتها على واقع الوحدة التي يعيشها البشر وتعيشها فئات كبيرة من مجتمعات العالم. هذا الفيلم يجسد وحدة روبن دافيدسون، وكان باربيرا بدأ أو أطلق العنان لمهرجانه في هذه الدورة بفيلم آخر يمكن أن يعتبر نموذجا عن حالة الوحدة التي يمكن أن يعيشها إنسان ما في العالم. الفيلم جرافيتي أو الجاذبية الذي أخرجه المكسيكي ألفونسو كوارون، ويؤدي بطولته جورج كلوني وساندرا بولوك، وهما رائدان فضائيان يجدان نفسهما بشكل مفاجئ لوحدهما في الفضاء الخارجي بعد أن يدمر نيزك محطتهما الفضائية.